مشاهدينا الكرام، نشير إلى خبر عاجل وردنا للتو، حيث أفادت الأنباء القادمة من الجزائر بوفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كان بوتفليقة بطبيعة الحال قد تنحى قبل بضع سنوات بعد مظاهرات اعتراضا على ترشحه لولاية خامسة، وأسفرت الانتخابات التالية بعد ذلك على انتخاب الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تب. وفي خبر عاجل أفاد التلفزيون الجزائري بوفاة الرئيس السابق للبلاد عبد العزيز بوتفليقة عن سن ناهز 84 عاما. وكان عبد العزيز بوتفليقة انتخب رئيسا للجزائر في العام 1999، حكم البلاد لعشرين عاما قبل حراك شعبي دفعه لتقديم استقالته في الثاني من إبريل 2019.